يقام في هذه الأثناء حفل زفاف الأسيرين المحررين نزار وأحلام التميمي في ساحة مجمع النقابات المهنية. الزفاف يقام بتنظيم من الحملة الشبابية الأردنية لنصرة الأسرى في السجون الإسرائيلية. والأسيران أفرج عنهما في صفقة جلعاد شليط الأخيرة بين حماس وإسرائيل. ومعنا من حفل الزفاف مراسلتنا رائدة حمراء. رائدة، أهلا وسهلا بك، أرجو أن تضعينا في أجواء الزفاف. نعم سهر، في هذه الأثناء نشهد اختلاط دموع الفرحة مع مشاعر البهجة والسرور، وذلك احتفالا بزفاف العريسين، عريسين كانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني تخيلي معي سهر، يعني العديد من الأحكام المؤبدة حكمت يعني بحق هذين الأسيرين، أما اليوم فنزار وأحلام التميمي يتوج كعريسين في هذا المكان أمام النقابات، مجمع النقابات المهنية، وذلك بتنظيم من حملة شبابية أردنية لنصرة الأسرى. الكل هنا يصف يعني هذا الحفل يعني أو هذا العرس بالعرس الاستثنائي في مضمونه، يعني خاصة بأنك نلاحظ يعني هنا يعني اختلاط يعني مشاعر يعني أهالي العروسين أو أهالي الأسيرين ما بين الفرحة والسرور للقاء نزار أولا، خاصة بعد أن منعه الاحتلال من دخول الأراضي الأردنية، ومن ناحية أخرى هو اليوم عريس. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا العريس والأسير أيضا نزار التميمي، يضعنا أكثر في صورة يعني هذا الحدث. نزار ألف مبروك. الله يبارك فيك ويرضى عليك. نعم نزار، يعني ما هي يعني مشاعرك يعني تجاه هذا يعني هذا الاحتفال المقام لتتويج يعني يوم زفافك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أختي الكريمة ولقناة رؤيا على هذه الاستضافة، ويشرفني أن تكونوا حاضرين معنا في حفل زفافنا. طبعا المشاعر هي مشاعر الفرح، مشاعر السعادة والسرور، مشاعر كبيرة أحملها في جنبات قلبي لا أستطيع أن أعبر عنها بالكلمات، فهي أشمل من حدود العبارات حقيقة، لأن اللحظة بإعجازيتها انتظرناها طويلا، انتظرناها على امتداد عمر، سنوات طويلة مرت علينا ونحن نحلم بتجسيد هذا الحلم إلى واقع نعيشه كتفاصيل، وهي التفاصيل والحمد لله رب العالمين تتجسد أمام ناظرينا ونعيشها ونحسها ونلمسها. طبعا انتظار الحلم فيه رغم قساوته وألمه شيء من الجمال، وجمالية تحقيقه هي أكثر متعة للنفس البشرية. 19 عام من سنوات القيد قضيتها أنا في الأسر، وعشر سنوات قضتها أحلام في الأسر، كانت بكل قسوتها وألامها حافزا حقيقيا على التحدي والصبر والثبات والإيمان بعدالة قضيتنا ورسالتنا التي حملناها ودفعنا من أجلها، والحمد لله هي الرسالة تؤتي وكلها وننتصر على سجاننا والمحتل لنجسد لحظة الفرح بهذا اليوم. يعني نزار، هل من مطالب يعني تطالبها من خلال يعني هذا العرس يعني الذي يقام لك؟ هو ليس عرس فقط لك، هو عرس وطني أقيم للعديد من يعني الشخصيات أيضا يعني ساعدتكم للوصول لهذه المرحلة، يعني ما هي أبرز مطالبك يعني عبر قناة رؤيا؟ طبعا نزار وأحلام يحلما بالاستقرار، ونحن لا نريد سوى الاستقرار، لهذا أتوجه أولا بالتحية لراعي هذا البلد جلالة الملك الحسين المعظم، تحية قلبية حارة له، ونتمنى عليه أن يمنحنا مكانا في هذا البلد الطيب الطاهر لنعيش حياة مستقرة مطمئنة ونواصل مشوار حياتنا ونقيم أسرة كما يقيمها كل إنسان بعد سنوات العذاب والشقاء والتعب التي عشناها. هذه هي رسالتي، وأنا مطمئن بأن الاستجابة ستكون عالية من قبل جلالته. نعم، ألف مبروك للعروسين نزار وأحلام التميمي، وشكرا لك مراسلتنا الرائدة حمراء من مجمع النقابات المهنية.